عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم الحوت في الفران، كيجي زوين بزاف وخفيف، نتمنى يعجبكم. عندي الحوت الابزار، سكينجبير، معلقه صغيره ديال الهريسه، ندير الثومه محكوكه، ندير قزبر معدنوس، ندير حامض بوسيار، ندير مليحه، ندير الزيت الزيتون. بسم الله. نديرو غير الطرف، نحيدو القشرة، نحيدو العظم، الطرف الثاني، حمضة صغيرة، حطيت زيت الزيتون. مرحبا بالبنات القدام والجداد، جربوه كيجي غزال في الفران، ترجمة
نشر منه حطيناه في اللاطه تدخل في الفران يطيب جاي معاكم. الحوت ديالنا خرجناه من الفران بهذا الشكل هذا، خليناه واحد نص ساعه هكاك حتى دخلت فيه اللي كان مزيان، عاد دخلناه الفران. ما خصوش يطيب بزاف باش ما يجيش ناشف. بالصحة والراحة.